احنا فكرنا غلط. ما ينفعش نقول ان صفوة قتل حبيبها الكردي من غير ما نتأكد. تقرير الطب الشرعي بيقول ان حبيبها الكردي اتطعنت بآلة حادة او سلاح ابيض. امتى بقى نقول ان صفوة هو اللي عمل كده؟ امتى يا علو؟ لما تبقى الطعنة بتاعت السويس نايف زي الطعنة اللي في جسم حبيبها الكردي. السلاح حوار صعب، نجيب قراره ده يا علو. مفيش صعب وسهل بقى، انا همشي معاك واقول ان صفوة وحبيبة كانوا بيحبوا بعض جدا، وهما الاتنين قصاد مجدي حشيش، ومجدي عايز يخلص منهم هما الاتنين، فعمل ايه؟ خلى مسعد يقتل حبيبة، وادى لابوك رشوة عشان يحط شعر صفوة في ضوافر حبيبة، فيخلص من الاتنين في ضربة واحدة. صفوة تتسجن وحبيبة تموت. بصولي كده ليه يا علي، هعمل ايه انا بالكلام ده؟ اروح اجيب السكينه ولا ادور على اللي حط السكينه ولا اجري ورا صفوه؟ اعمل ايه انا بالكلام ده يا عيال؟ مش فاهم. انا اقول لك نعمل ايه. رقم واحد، نزور مسرح الجريمه، يمكن نتخيل اي حاجه هناك. مش هنلاقي حاجه بس لازم نزور. رقم اثنين، نمسك ملف القضية نبص عليه مرة واثنين وثلاثة، نشوف شهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي كويس جدا. رقم ثلاثة بقى، اليوم اللي اتقتلت فيه حبيبة الكردي كانت مع مين وقعدت فين؟ وده طبعا هنعرفه عن طريق مين؟ مين يا خديجة. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.